ومن تونس الشقيقة تتواصل ردود الفعل والتصريحات المنددة لموقف الرئيس التونسي، موقف أحادي وتهور سياسي لا يخدم مصالح الشعوب بالمغرب الكبير ووحدتها المنشودة. نتابع التصريح التالي للناشط السياسي والمدني مجدي الحسيني. انصدمنا وتفاجأنا باستقبال السيد رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد إلى رئيس تنظيم البوليزاريو، وخاصة أنه أغلب الرؤساء وزعماء الأفارقة تم استقبالهم من قبل السيدة نجلة بودن رئيسة الحكومة التونسية، وهو ما اعتبرناه صراحة خطأ دبلوماسيا فادحا، وخاصة أيضا أنه اليابان في حد ذاتها عبرت أنها لا تعترف بالبوليزاريو من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها لم تستدعي هذا التنظيم. كما نعتبر أن هنالك خرقا واضحا وجسيما لفصل 7 من الدستور التونسي الجديد، الذي ينص أن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على وحدته في نطاق المصلحة المشتركة. ونعلم أيضا أن أمين عام منظمة المغرب العربي يتم اختياره تونسي الجنسية، وذلك لموقف تونس الحيادي تجاه مثل هذه القضايا. في الأخير أنا كناشط في المجتمع التونسي والمغاربي، ولطالما نظلنا من أجل اتحاد مغاربي موحد، نأمل أن يتم إصلاح هذا سوء التفاهم أو الخطأ في أقرب الأجال، وأن تعود المياه إلى مجاريها التاريخية والطبيعية، ويبقى لنا حلم الاتحاد المغاربي الموحد والعلاقة التونسية المغربية، علاقة أخوة وعلاقة متينة جدا متجذرة في التاريخ بين البلدين وبين الشعبين. وكلنا نتذكر الزيارة الأخيرة لجلالة الملك محمد السادس إلى تونس ورسائل الطمأنة التي صدرها إلى كل العالم عبر شوارع تونس، وخاصة شارع الحبيب بورقيبة، وخاصة أنه في الوقت هذاك تونس كانت تعاني من آفة الإرهاب. كما لا ننسى وقوف المغرب إلى جانب تونس في جائحة كورونا في السنوات الفارطة. تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، السيادة فيها للشعب التونسي وحده دون سواه، ولطالما نظر المجتمع المدني والمجتمع التونسي ككل من أجل استقلال موقفه السياسي والدبلوماسي، ولا نقبل أي تدخل أو تأثير على مواقفنا في هذه المسألة.